ساحات خضراء تكسو هذه الأرض، ما كانت لتوجد لو لم يكن الإصرار والجد حاضرين عند ابنتي مالك هذه المزرعة. شيخ الدوسري، قصة وفاء متأصلة الجذور. كان أبوي في ذاك الوقت أصلاً تعبان، فكنت أبي أعطيه يعني بحكم تخصصي أنا كأخصائية نفسية بعطيه شيء في الهدف للحياة، يبه ما زال موجود شغلك، شبابك لسه ما انقطع. وقفت هذه السيدة في مفترق طرق بين أن يضيع ما زرعه والدها لأربعة عقود أو أن ترد له حصاده بإحياء أرضه. أنا أحس أن كل غصن هذا جزء من أبوي، أنا أراعيه، أقسم لك بالله أراعيه كأني أشوف أبوي واقف يعني وينظر لي. جهده، شبابه، حياته، إنجازاته كان بدايتها هنا. كان نفس التحدي اللي أنا واجهه اليوم، الجميع مستخف، الجميع أنه ما رح تقدرين وأنه صعب، هو واجه نفس الانتقادات وجزم ومشى ونجح وأثبت نجاح. على قدر أهل العزم تأتي العزائم. اقدرت شيخة بأنها تنقذ أرض أبوها اللي وشكت على الانهيار، وأصبحت جنة غناء في أقل من عام. بدأت مشكلة كورونا بعد يمكن ما مسكت المشروع بشهر، فتقدرين تقولين قدي متدبسة خلاص، يعني ما في مجال للرجعة. الحمد لله كان أول شيء سويته أنه اشتغلت على تأسيس الثقة بيني وبين العمال معي. أنا كنت أنزل معاهم للبيوت، أنا كنت أروح أجيب البذور بنفسي، أنا كنت أروح للسماد بنفسي. بين دعم أسرتها واحتضان دولتها، من هنا استمدت إصرارها على النجاح. الحمد لله أتاح لي أبوي وأخوي شرف المحاولة، كانوا عارضين على البيع بس كنت أعطوني فرصة. أنا يعني مفكر أني صراحة كان أبيعها، وغيرت الرأي وقالت لي خلني استلمها ونشوف. هي الرأس الفعال. ما خابت قوتي في ربي ولا خابت قوتي في ولاة أمري، دعموني دعم كبير، سهلوا كثير الأشياء للمرأة. يعني أنا أقول من تدابير القدر الطيب إن مسكتها على تمكين المرأة. لم تتوقف عند عودة الوضع لسابقه، فعملت على استحداث طرقا جديدة للإنتاج. أنا أنتج أسماك بحيث يكون عندي دخل جديد للمزرعة. الحمد لله نوعت، عندي حاليا خيار، عندي طماطم، عندي بروكلي، عندي ذرة، عندي خس، عندي فلفل حار، عندي لوبيا. يعني حاولت أني ما أتوقف على الأصناف الرئيسية، أنه يكون في تنويع. عندما تزرع بذرة تزرع الأمل، هكذا عشنا نموذجاً للسيدة السعودية الطامحة والمحبة لهذه الأرض الطيبة. إلهام العريني، MBC، الخرج.